آلة خطية لتعبئة وتغليف المواد السائلة بعبوات بلاستيكية حجم 1 كيلوغرام بقدرة إنتاجية 6000 عبوة بالساعة. تعمل كل أجزاء الآلة بحركات ميكانيكية متناسقة. مصدرها صندوق التروس المتصل بالمحرك الكهربائي، مما يعطي الآلة العمر الافتراضي الطويل والكفاءة بالعمل، إضافة لذلك سهولة إجراء الصيانة. تتكون الآلة من 6 مراحل عمل. يبدأ عمل الآلة بتشغيلها من شاشة اللمس، تبدأ بأخذ 4 عبوات بالمرحلة الأولى والسير بهم للمرحلة الثانية، وهي التعبئة الحجمية على مرحلتين 500 جرام لكل منها، إلى المرحلة الثالثة وهي وضع أغطية الألمنيوم عليها، إلى المرحلة الرابعة عملية لحام الأغطية، إلى المرحلة الخامسة وضع الأغطية البلاستيكية على العبوات، ومن ثم إلى المرحلة النهائية وهي الإخراج إلى السير الناقل. الحساسات الإلكترونية تغطي جميع الحركات بالآلة لإظهار أي نقص بالعبوات أو الأغطية أو السائل المراد تعبئته أو أي خلل قد ينتج خلال التشغيل، ويظهر بأسفل شاشة اللمس لكي لا ينقضي الوقت بالبحث عنه. كما أن الآلة مزودة بخاصية الغسيل الذاتي لمنطقة التعبئة والغسيل المركزي CIP. تشالنجر، حلول، كفاءة وأمان.